العهد عبد العزيز الدوسري. الآن نشاهد فرصة لمصلحة الهلال بحثاً عن هدف ثالث ينهون به القصة والحديث. كرة عرضية عالية لكن هناك صافرة وركلة جزاء. ركلة جزاء يحتسبها شكري الحنفوش. جحفلي وديغاو يحتفلون بهذا القرار بانتظار الاحتفال بهدف ثالث للهلال. هذه اللقطة، هذا الاشتراك، جحفلي من الشوط الأول وهو ناوي، سقط في الشوط الأول، سقط في الثاني، عبد الله الأسطم. هنا اللقطة، هنا الشد، هنا حكم المباراة لا يتردد في احتساب القرار هذه المرة. هذه اللقطة، هذا الشد من عبد الله الأسطم، سقوط جحفلي. الهلال يحصل على ركلة جزاء يبحث من خلالها عن الهدف الثالث وعن ضمان الوصول إلى المباراة النهائية. الهلال استمر في الضغط، استمر في الوصول، استمر في الحصار. إدواردو لا ينفذ ركلات الجزاء لكن اليوم سيتقدم لتنفيذها كي يستمر ويعود إلى التسجيل. الأمواج الهلالية من كل مكان، من كل صوب ومن كل حدب ومن كل وسيلة ومن كل طريقة على مرمى العويس، من الدفاع، من الوسط، من الهجوم. لم تتوقف الأمواج، الموج لزق كل ما هاج، يرعبك، تضيع ما بين جزرة ومدة، تضيع ما بين جزرة ومدة. كارلوس إدواردو السوبر كارلوس يظهر من علامة الجزاء، يسجل ويضع الهلال في المباراة النهائية. السوبر إدواردو يتقدم بالهدف الثالث ويضع الكرة في مرمى العويس في يوم 1-1. لا يمكن أن يغيب اللاعب رقم واحد، هو الرقم واحد. إدواردو يضع الكرة في الشباك، الكرة خلف العويس،